أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم مفاتيح الرحمة. نتحدث في هذه الحلقة بعون الله تعالى تحت عنوان شمولية الدعاء في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. مما لا شك فيه أن الدين الإسلامي هو دين أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وجعله خاتم الأديان، وهو دين يتماشى مع الفطرة، يعالج احتياجات الإنسان الفطرية والروحية وحتى الحاجات الغريزية. نجد في الدين الإسلامي أحكام تتعلق بغرائز الإنسان، بتهذيب غرائز الإنسان ورغباته. والإنسان مكون من بعدين، بعد مادي وبعد معنوي. البعد المادي المتمثل في هذا البدن الذي تجذبه حاجات هذا البدن وغرائز هذا البدن إلى الأرض، وأيضا متكون من روح، من نفخة، فإذا نفخت فيه من روحي، هذه الروح، هذه النفس أيضا كما أن الإنسان يحتاج إلى أمور تغذي بدنه، كذلك الروح، نفس الإنسان بحاجة إلى غذاء. غذاء البدن من الأرض، يمشي على الأرض، ينام على الأرض، يأكل من الأرض، يلبس من الأرض، يبني عليها، يستوطنها، يستقر، يستجم فيها. لكن الروح غذاؤها من أين؟ غذاؤها من الإيمان، غذاؤها من السماء. ولذلك تلاحظ في القرآن الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة طيبة تغذي الروح، والشجرة تغذي البدن. لاحظ الربط في القرآن الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة منين؟ من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الإنسان، نحن تحدثنا في حلقات سابقة أن الإنسان بمحدوديته، بغرائزه، بطبيعته الغريزية، محجوب عن العالم العلوي، محجوب عن عالم الملكوت. كيف يتصل بعالم الملكوت وهو محدود؟ أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء مبشرين ومنذرين، وختمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نشوف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الذين كانوا يتبعون النبي الأكرم اتباع الفصيل إثر أمه، أو أثر أمه كما يقول أمير المؤمنين. تشوف أن الدين الإسلامي بشكل عام يتماشى مع الفطرة، مع حاجات الإنسان، يبدأ به من قبل الولادة، أحكام الزواج واختيار الأم إلى ما هنالك، ثم مرحلة الحمل، ثم عند الولادة الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، ومراسيم الولادة الإسلامية، ثم التسمية، ثم بعد ذلك مراحل التربية ومراحل التكليف. يمشي مع الإنسان إلى قبره: يا فلان، يا فلان ابن فلان، إذا أتاك كذا، مسألة التلقين في القبر. فالإسلام يأخذ الإنسان من صلب أبيه أو قبل صلب أبيه إلى أن يوصله إلى القبر. هذه الشمولية تجدها واضحة في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وترى شمولية الدعاء عند أهل البيت. تشوف، نعم، لا ترى، يعني لا يمكن أن ترى في سائر الأديان والمذاهب هذه المجموعة الغنية من الأدعية مثل ما تراه عند آل محمد. يعني الحق يقال،
حتى في باقي المذاهب الإسلامية لا يمكن أن ترى هذه الشمولية، هذا العمق في الدعاء إلا عند آل محمد، فقد زينوا جوانب الحياة المادية وصبغوها بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، وأخذوا بيد الإنسان إلى العالم العلوي، إلى عالم الملكوت، إلى عالم الغيب، وصلوه بعالم الملكوت إلى الرحمة الواسعة، إلى رحمة الله الواسعة. فأدعيتهم عليهم السلام شملت جميع جوانب حياة الإنسان في مختلف الأزمنة ومختلف الأمكنة والشروط والظروف. تابع معي، فهناك أدعية لأول السنة، إذا جاءت أول السنة في تراث أهل البيت تجد أن هناك أدعية لأول السنة ولأول الشهر وعند رؤية الهلال وفي كل يوم وفي كل ليلة وفي كل ساعة وعند غروب الشمس وفي ليلة الجمعة ويوم الغدير والأعياد وأمثال ليلة النصف من شعبان وليلة القدر وأيام شهر رمضان المبارك وغيرها من الأزمنة والأوقات. وهناك أدعية للأماكن، مثلا هناك أدعية للحرم المكي والمدني ولبيت الله الحرام والمسجد النبوي صلى الله عليه وآله وللمشاعر المحرمة من عرفة والمزدلفة ومنى ولدخول الكعبة وفي الصفا والمروة وفي مسجد الكوفة والمشاهد المشرفة للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وغيرها من الأماكن. وهناك أدعية عند ختم القرآن وبعد الفرائض وعند النكاح وعند النوم وعند الإفطار وعند الخوف وفي السير وفي السير وعند العدو وللصديق، عفوا، وعلى العدو وللصديق وللرزق ولشفاء المريض ولحسن الخلق ولتعجيل الفرج وعند الأكل وعند الشرب ولزيادة العلم وللمسافر وللميت ولصاحب الطعام وعند لبس الثوب وعند التعمم وحتى لبس الخف، إذا الإنسان أراد أن يلبس خفة هناك أدعية، والنعل وما شابه إلى ما هنالك. وكذلك عند نزول المنزل هناك أدعية، عند نزول المنزل وعند الرجوع من السفر وعند أخذ المصحف وفي الوضوء والإحرام وللسواك وللاستخارة وعلى الظالم ولمختلف جوانب الحياة الفردية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها. تجد أن هناك شمولية لجميع جوانب الحياة في تراث أهل البيت الدعائي، هذا التراث العظيم الذي لا ترقى إليه تصانيف الدعاء، ومن يريد أن يؤلف أدعية كما ورد عن بعضهم قالوا له أن هناك صحيفة سجادية للإمام زين العابدين فيها أدعية الإمام زين العابدين، فقال أنا أؤلف دعاء، فكان من تأليفه للدعاء اللهم لا تجعلني خاروفا يذبحه الجذارون، يعني شوف المستوى. لكن في تراث أهل البيت تجد في أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الغنى في المعاني، الغنى في المضامين، تجد فيه العقائد والفلسفة والعرفان والزهد والمناجات، كل ما يحتاج إليه الإنسان بطريقة غاية في الروعة، غاية في الدقة، غاية في اللطافة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وقال صلى الله عليه وآله ما من شيء أكرم أو ما من شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، لا يوجد شيء أكرم على الله سبحانه وتعالى من الدعاء. وقال صلى الله عليه وآله الدعاء
ترس المؤمن، وكل رواية من هذه الروايات تحتاج إلى شرح وإلى تفصيل وتستوعب محاضرة كاملة. الدعاء ترس المؤمن، وبعدما ذكرناه من أهمية الدعاء وأنه عمود الدين وروح العبادة، يتضح لنا ما ورد في الحديث الشريف أن من أن ترك الدعاء معصية، وبالفعل أن ترك الدعاء معصية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للدعاء، وأن يجعلنا من المستجاب لهم إذا دعوا، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.